في هذا الخبر العاجل، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتوجه بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب الرئيس عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته واعتزازه بما شهده اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين، وإنني في هذه المناسبة أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات.